الخير لكم زملاء داخل الاستوديو، صباح الخير لكل متابعي ومحبي قناة زاك روز. ورجعنا لكم من مهرجان دهوكي السينمائي الدولي العاشر، وراح يكون تقريرنا اليوم لأول أيام المهرجان، خليكم معنا بهذا التقرير. هذا المهرجان حسب اعتقادي واعتقاد الجميع أهم حدث فني على مستوى هاي المنطقة كلها، وأتمنى أن نكون هاي السنة فيها هواية يعني فرق من السنوات الماضية وتكون أحسن من النسخ الماضية. كرت أمبيجن تراجيدي وان برن. مآسي الكرد كثيرة وثقافتهم الموزعة على أجزائها الأربعة غنية أيضا، هناك قصة سينمائية في كل مكان ولهم موروث عريق وقديم، وهذا ما أتاح للمخرجين من صناعة الأفلام ذات دلالات عميقة. لهذه الأفلام 57 جائزة مخصصة، أي سيصارع هذه الأفلام بعددها 116 على 57 جائزة في هذا المهرجان. مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام فقرتنا لهذا اليوم، نلتقيكم بجولات أخرى وإلى اللقاء.